وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. نعود مرة ثالثة وأخيرة إلى مصطفى ميزار. تفضل مصطفى. شكرا إلهام نمر، شكرا أميرة العمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ولطيف على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 16 درجة، والجو في القاهرة يكون معتدل في الأسكندرية 25-15، الجو أيضا معتدل في مطروح 26-14 والجو فيها أيضا معتدل، وبورسعيد 24-16 والجو فيها أيضا معتدل، في الإسماعيلية 27-15 الجو معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 17 درجة والجو فيها أيضا معتدل، في العريش 25-14 الجو معتدل، في طابة 24-16 الجو أيضا معتدل، في شرم الشيخ 29-19 مائل للحرارة، في الغردقة 28-18 أيضا مائل للحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، الجو فيها معتدل، في أسوان 28-14 مائل للحرارة، في الوادي الجديد 27-11 معتدل، في شلاتين 29-19 مائل للحرارة، وأخيرا في حلايب 28-20 والجو أيضا فيها معتدل. والأحوال على كل محافظات أو معظم محافظات الجمهورية تشير إلى اعتدال في درجات الحرارة. والآن نترك حضراتكم مع أهم درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية والعالمية.